ها هي الجياد الآن أصبحت داخل جهاز الانطلاق، وانطلقت الجياد المشاركة في الشوط السادس على مسافة 2400 متر. هذا الشوط الذي شهد انسحابين عميرة ومدفع من هذا الشوط، ومشاركة هافانا وعصوان وغرثوب والفاضلي وقطع الخرايم والمستحب ونثار وانظر النجم، والصدارة لعصوان في هذه البداية أمام المنصة الرئيسية عصوان، ومن ثم قطاع الخرايم وأيضا غرثوب وانظر النجم وهافانا وأيضا نثار و الفاضلي، وكما تشاهدون فرق كبير من الأطوال مع بداية هذا الشوط. ومن الطبيعي أن نشاهد مثل هذا التكتيك مع مسافة 2400 متر لتقدم الآن الجواد عصوان بن الفحل عطي الله متقدم الآن في المركز الأول، والجياد تتابعه في مجموعة ثانية تحاول تقصير الفرق ما بينها وبين المتصدر عصوان، خصوصا مع اقتراب الجياد من قطع نصف مسافة هذا الشوط تقريبا، والصدارة لعصوان في المركز الأول متابعة بقية الجياد غرثوب وأيضا الفاضلي وقطع الخرايم والمستحب وهافانا ونثار وانظر النجم في هذه الأثناء مع اقتراب الجياد من علامة 800 متر في هذا الشوط. أسوان متقدم الآن في المركز الأول، محاولات للمنافسة من قبل قطاع الخرايم على ما يبدو في هذه الأثناء، وأيضا محاولات انظر النجم في المركز الثالث، والصدارة لعصوان في المركز الأول، محاولات قطاع الخرايم الآن بالإضافة إلى غرثوب من الداخل وانظر النجم وأيضا المستحب وهافانا من الخارج، والتنافس سيشتد الآن في الأمتار الأخيرة. تقدم قطع الخرايم الآن لصدارة هذا الشوط في المركز الأول، منافسة قوية في الأمتار الأخيرة تجمع الجياد المتنافسة على مسافة 2400 متر. تقدم قوي لانظر النجم الآن، والتقدم الأقوى من نثار، نثار يتقدم الآن لصدارة هذا الشوط ويصل إلى خط النهاية مع فوزه بالمركز الأول. ألف مبروك. إذن نثار انظر النجم وقطاع الخرايم